زي ما قلنا انه احنا بنشوف حالات كتيرة قوي من الشهداء وخاصة في العريش وفي سيناء. أكيد أنتم متابعين على مدار ال 48 ساعة الماضية ضربات القوات المسلحة لمعاقل الإرهاب في سيناء ردا على الجريمة الإرهابية اللي راح ضحيتها 18 شهيد مصري من قواتنا، وبتشهد أرض الفيروز عملية سأر لشهدائنا وتحركات أمنية مكبرة لاستهداف أوقار الجماعات المتطرفة والكوادر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية. والنهاردة المتحدث العسكري أعلن إحباط عملية إرهابية ومقتل إرهابي مرتدي لحزام ناسف ومقتل 5 آخرين من العناصر الإرهابية. كمان النهاردة وزارة الداخلية أعلنت مقتل المتهم الرئيسي في حادث البدرشين الإرهابي اللي كان راح ضحيته 5 من رجال الشرطة، لو حضراتكم طبعا فاكرين الحادث المؤسف. معايا على التليفون اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الاستراتيجي. مساء الخير. اهلا يا فندم. حضرتك اقرا لنا الاخبار الخاصه بمكافحه الارهاب. تمام، انا تابعت بيان وزاره الداخليه النهارده وتابعت بيان القوات المسلحه النهارده، والثأر لشهداء قواتنا المسلحه والشرطه قائم لا محال. لا محال، وسوف تكتوي باذن الله تعالى قطر وتركيا بنيران الارهاب باذن الله. بيان وزاره الداخليه المعلن منذ ساعات نجح ونثمن جهوده وما تم في الاسكندريه من تصفيه المتهم الرئيسي الخامس عز الاسود. أيوة. المتهم في الاعتداء على القول الامني بالبدرشين، ونذكر الناس كان يوم 14/7 الجاري. وهذا المتهم الرئيسي كان موجود في منطقه البيطاش في الدخيله. جهود نثمنها للوزاره وقطاع الامن الوطني والامن العام ومديريه امن اسكندريه. هذا المتهم هو من فكر وخطط، هو من افتعل عطل في الدراجه الناريه، هو من نفذ، هو من بادر، هو بعد ما انتهى باقي الجناه من قتل شهدائنا داخل سيارته وهم امنين وتعمد ان يسكب ماده البنزين. هذا المتهم كان سارقا لبطاقه رفع قومي لاحد المواطنين يتحرك بها في منطقه الاسكندريه والبيطاش المزدحمه حاليا. أيوة. المزدحمه حاليا بالمصطفين، منطقه البيطاش والدخيله منطقه هادئه، ولكن كل اللوم على من اصدر له ووافق له على الاختباء ويلزم معاقبته ايضا، خاصه وانه شخص غريب عن الاسكندريه. وسبق وزاره الداخليه بعد 9 ايام من 14/7 الجاري بعد الواقع ان قامت بتصفيه الاربعه الجناة الذين شاركوا في هذه القضيه الجريمه الخبيثه، والنهارده اليوم نجحت في تصفيه المتهم الخامس الرئيس عز الاسود. أيوة. الحمد لله، رغم الكثافه السكانيه وكثافه المصطفين بمدينه الاسكندريه ومنطقه البطاش دائره قسم الدخيله لم يصاب احد من المدنيين. عمليه ناجحه بكل الاوصاف. معلومات دقيقه جدا 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 لاجهزه الامن الوطني والامن العام ومديريه امن اسكندريه تم بنجاح، لم يصاب اي رجل من رجال الشرطه بمكتوب، لم يشعر العامه بهذا الا انهم كان بدل رجال الشرطه بالنيران فاردته قتيلا وتصفيه. هذا الامر ندعو كل المواطنين بعد اجهزه الامن واشتغال القوات المسلحه بالمعلومات، فالمواطن المصري هو الحصان الرابع لاجهزه الامن. اتمنى من الله عز وجل ان يعم الامن على مصر كلها، وان كان الارهاب امرا حتميا اختلاعه تماما تماما تماما، وان كان سيكلفنا الا ان رجال القوات المسلحه والشرطه ورجال القضاء والاعلام كل الفداء لمصر. هذا الامر سوف ينتهي قريبا جدا. بنتمنى سياده اللواء انه هذا الامر فعلا ينتهي، وبالرغم من كده هو مش هيعطلنا عن مسيره البناء اللي احنا فيها.
يعني احنا عايزين نوصل دوت. وحضرتك تفتكر انه المواطنين يقدروا يعملوا ايه لرفع الروح المعنوية للجنود؟ تمام. اولا ان يساند وان يدعو لهم بالتوفيق والسداد، ان يساندهم بالمعلومات، خاصة مالكي. انا ما بقولش الناس ما تقدروش شقاكم يا اصحاب الشقق، ولكن جنبك اسم شرطة الداخلة، جنبك مأمور الداخلة، روح بلغه فورا بصورة البطاقة المنتحلة وقول له في شخص غريب جه اسمه كذا لابس كذا، انا شاكك، انا بختركم. ايوه الدنيا بلغ بالتليفون، ما تروحش بلغ، انما تتكتم فانت شريك معه. فارجو ان يساعدينا برفع اللوحة المعنوية، ارجو الشعب المصري الا ينصاع للشائعات اليومية، خاصة التقرير المزعوم بتاع هو الانسان منظمة هيومن رايت. أيوة. هذا الامر معلوم ان دي حرب معنويه، لا استجيب للشائعات، اؤمن بالله واؤمن بالقياده السياسيه. زي ما حضرتك قلتي النهارده لن يشفينا الارهاب عن الاستمرار في التنميه، عن الاستثمار في التطوير، عن الاستثمار في التحديث. فالحرب شرسه من الاتجاهين، واتمنى من الدول الداعمه ان تحترم القانون وتحترم الشعوب وتحترم حريه الشعوب وتحترم حقوق الشعوب. لا كيف ينادون بحقوق المتهمين والمجرمين ولا يتكلمون ويتحدثون عن حقوق المجني عليه والترويع والتخويف الذي يحدث في الشعوب المصريه او العربيه أو هو حضرتك كمان كل ما بيزيد التقدم في كل المجالات الاقتصاديه والسياسيه، كل ما الارهاب بيحاول ان هو يوقف هذا التقدم فبيزيد. تمام. وطالما ان هناك تنظيما دوليا فالمؤامرات القائمه، ولكن على راي المثل البسيط عندنا في الصعيد، كلما تعنوك من الخلف فاعلم تماما يا سيدي انك في الامام دائما، انك في الامام انت شعبك، انك في الامام برعايه الله سبحانه وتعالى. الشرطه وقواتنا المسلحه وقضاءنا مستمرين ولن يسليهم اي شيء، ونطلب من الله الامن والامان لمصرنا العزيز. بشكر حضرتك اللواء رفعت عبد الحميد، معايا سيادة اللواء فاروق المكراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور يا أستاذة جيهان، تحياتي لك يا دكتورة وتمنياتي لك بالخير. أهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف جهود وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب. جهود وزارة الداخلية معروفة للكافة، إن من 30 يونيو إلى يومنا هذا وزارة الداخلية أخذت منحة الوقوف ضد الإرهاب مع الدولة والقوات المسلحة. أيوة. والرجال الأمن الوطني استعادوا قوتهم حاليا ويؤدوا على مستوى عالي جدا، وفي تعاون كامل بين رجال الشرطة في الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والمواطنين عموما، ويؤدوا الغرض المطلوب منه في مكافحة الإرهاب حاليا. والضربات الاستباقية، احنا ما بنقولش كلام إنشاء، بنقول إن في ضربات استباقية قامت بها الشرطة نتيجة المعلومات ونتيجة التحريات ونتيجة معاونة المواطن البسيط لرجال الشرطة، أدت إلى إجهاض الكثير من العمليات خلال الفترة الماضية، وأخرها النهاردة القوات المسلحة صفت خمسة في سيناء، والشرطة صفت المتهم الخامس في محادثة رشيد. يبقى كده قضى على الخمسة اللي ارتكبوا حادث البدرشين كلهم. أيوة. النهارده تم تصفيه اخطر واحد فيهم اللي هو المخطط والمدبر والمنفذ لهذه العمليه اللي هو عز الاسود، عز عيد المليجي. ايوه. في البطاش في اسكندريه النهارده. فدي عمليات استباقية بتقوم بها وزارة الداخلية بتؤدي إلى النتائج المرجوة، وهي أنك أنت بتقاوم الجريمة قبل وقوعها أو قبل ارتكابها، وإذا وقعت الجريمة فأنت بتطارد المتهمين فيها
إلى أن تتم القبض عليهم أو تصفيتهم زي ما حصل في حادث البدرشين. الخمسة صفهم آخرهم النهاردة بعز الأسود أو عز عيد الميلاد. بشكر حضرتك سيادة اللواء فاروق المقراحي.